من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها المسيح إلهنا، يا من صرت إنسانا وأنت الله، أهلنا أن نفرح بعيد ميلادك المجيد ونشكرك ونمدحك ونسجد لك مع مريم أمك ويوسف صفيك، ونهتف مع الملائكة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. فنسبحك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أحبنا فأرسل إلينا ابنه الوحيد، وإلى الابن الذي ولد في بيت لحمة من مريم البتول، وإلى الروح الذي يملأ عيدنا فرحا وسلاما وقداسة. برحمون الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا المساء وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. لك الحمد والشكر أيها الإبن الأزلي الذي لا بدء له، أيها النور المحجوب الذي أشرق على العالم، أيها القديم الأيام الذي ولد طفلا من بنت داود. نتأمل اليوم سر محبتك لنا هاتفين. ما أعجبك يا الله، صرت إنسانا وما برحت أنت الإله. ما أعجبك يا الله، نزلت في مغارة فملأت السماء والأرض من مجدك. ما أعجبك يا الله، جاءك الملائكة والرعاة والمجوس سجدا. بميلادك أدمت السياج بين العلويين والأرضيين، وأقمت السلام بين الأرض والسماء. بميلادك جمعت البعيدين والقريبين فاشتركوا في عيدك معا. بميلادك أعلن الملائكة للرعاة، لقد ولد لكم اليوم مخلص هو الرب المسيح في مدينة داود. إليك نضرع الآن أيها الولد العجيب على عطر هذا البخور، أمنا أن نعرف سر تجسدك، وامنحنا غفران الذنوب، واصرف عنا أحزان النفس والجسد، واذكر أمواتنا الراقدين على رجائك، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. الأحبة، رح أحكي ثلاث نقاط هلأ بالكلمة هيدي. أول كلمة، ليش بنعمل الأربعين؟ أسألوا معنى الأربعين. الأربعين تبع الميت هذا قديم كتير من أيام الفراعنة بمصر، يعتبروا أنه الإنسان بس يموت
بضل 40 يوم بضل بمحيط اهليته، بيتفرج على قرايبينه، بيتفرج على كل اللي بيعرفوه، وبيوم الأربعين بينتقل على عالم تاني. هذا من النصوص القديمة، بالنصوص الهيروغليفية المصرية الفرعونية القديم. وهذا التقليد مش بس عند اليهود، عند المسيحيين وعند اخوتنا المسلمين كمان نفس الشيء. الأربعين بيعتبروا انه بيوم الأربعين بدها تطلع الروح، تترك محيطها، بدها تطلع على عالم تاني، لعالم الله. في على الطريق حواجز، مثل ما نحن اذا رايحين من محل لمحل وقف على اليمين، مشان هيك نحن بنصلي لهم يوم الأربعين لحتى يعبروا بسلام الحواجز تبع الارواح الشريره يلي هي بتبقى محطوطه او رقبتهم مشان ما تخليهم يطلعوا لعند الله. ويمكن من هالاطار هذا بنفهم ليش المسيح ضل 40 يوم ما كان موجود عمليا على طول مع التلاميذ، ولكن كمان بالوقت ذاته انه مختفي، بس بعد الأربعين ما عاد ظهر لهم ولا مره. اذا هالتقليد هذا الأربعين تقليد قديم. نحن هلا شو بيعنينا؟ نحن كل يوم نحن بتعرفوا المسيح وقت اللي اللص قال له على اللص اليمين، قال له سامحني يا اذكرني يا رب في ملكوتك، قال له يسوع، قال له اليوم بتكون معي بالفردوس، ما قال له لبعد 40 يوم ولا بعد 50 يوم. اذا نحن بنعمل 40 تقليد قديم، بس كل لحظه وكل ساعه نحن بنذكر موتانا. اذا مش بس بنذكر موتانا يوم الأربعين، نذكر موتانا بكل لحظه. موتانا صاروا بسموه العالم الاخر، صاروا بالكنيسه الممجده، الكنيسه المتالمه، ربما الكنيسه المتالمه بالمطهر، الكنيسه الممجده بالسماء. نحن موتانا بنصلي لهم اذا هن قديسين، نحن متقدس. اذا هني مش قديسين كمان نحن بحجه، لانه ما حدا بري قدام الله، بحجه لنحن نساعدهم كمان لحتى يعبروا ويكونوا مع ربنا. النقطه الثانيه هي الميلاد، زمن الميلاد. نحن الهنا المسيحيين واله واله اله حب. يعني انا برفض، ما تفاجئوا مني من كلامي، انا برفض اقول انا بعبد الله، انا بقول الله بيعبدني. كيف الله بيعبدني؟ يعني حالكم ما تفاجئوا من كلامي، بترجيكم. يعني الله اللي هو مش محدود، بتصور اغلبكم بيعرف كيف الكون، كيف هو، كيف الارض مكونه، كيف المحيط او المجرات اللي هن حول الارض، بنسميه عالم الشمس، المحيط الشمسي. وبعدين محيط الشمسي او عالم الشمس كمان بقلب مجرات كتير كبيره. مثلا نحن عندنا 12 كوكب، وكل كوكب له حد الشمس، يعني كل كوكب احيانا له قمر او اثنين. هودي كل هالمجموعة الشمسية بقلب مجرة كتير كبيرة، 200 مليار كوكب. عم نحكي في كواكب آلاف ومئة آلاف المرات أكبر من الأرض. هذا ما حكينا على المسافات بين الكواكب. وفي عنا لحديث هلا العلماء بيقولوا 200 مليار مجرة. بقى اللي خلق هالدنيا، هالكون اللي ما له حدود، أكيد منه مثلنا، له عيون وبيفكر مثلنا وقاعد مثلنا. هذا اللي هو كبير صار طفل. ليه؟ لأنه بيحبنا. لو ما بيحبنا وبيعبدنا ما صار طفل كرمالنا. مش هيك صار طفل كرمالنا؟ لحتى يطلعنا لعنده نصير مثله آلهة. مش هيك تأكدوا انه مش نحن بنعبد الله، الله بيعبدنا. قال الله عمل جهنم، لك شو هالهرطة. الله اذا لا سمح الله حدا راح جهنم بيبكي اكثر ما نحن بنبكي. كيف ام ممكن قد ما يكون ابنها معذبة، إذا مات بتقول خير حمل موتى مات ولا بصير تبكي عليه؟ الله قلبه مليارات المرات أحلى من قلب الأم. بقى مشان هيك نحن بإرادتنا بنروح على جهنم، الله بده إيانا نكون معه. والنقطة الأخيرة اللي بدي أقولها، كيف بدنا نعيش مع الله؟ في آية بالإنجيل كتير حلوة بتقول، أو آيتين بتقول، أول آية يسوع نعرفه نحن عن يسوع، بيقول يوحنا بالمقدم، بيقول كان يسوع بس حب تلميذه لأقصى درجات الحب. قال كان يعرف انه هو طلع من قلب بيه ولقلب بيه بده يرجع. اذا النبع تبع الانسان قلب الله، والعودة للانسان هي قلب الله. وكمان الآية الثانية الحلوة بالدينونة الأخيرة، بس يفصل الأشرار عن الأخيار، آخر شيء بنتيجة بيقول وهونيك الصديقين بيضووا مثل الشمس بملكوت بيهم.
مشان هيك اذا ما تتعجبوا ليش بيحطوا دويرة على راس القديس، انا اكتشفتها مؤخرا. بيحطوا دويرة لانه بيصير وجهه مثل الشمس، احنا الشمس نسمى دويرة، صار وجهه شمس. حتى اذا بتسالوا انه هذا الشامي اول ما بلش يظهر لمارشال بيقول ما فيك ما كان فيها تطلع فيه قد ما هو وجهه مضوى، اذا القديس بيضوي. حتى هالفكره ذاتها موجوده عند اخوتنا المسلمين في ايتين كريمين، اي بتقول ان لله وان اليه راجعون، نفس الفكره انه نحن من قلب الله طلع الانسان والى قلب الله بيرجع، نحن من الله وراجعين لعند الله. وكمان اي تاني حلوه كمان بالقران بتقول عن الصديقين، يعني مثل ما نحن بنقول الشمس بيقول وجوه ناضره حينئذ الى ربها ناظره، وجوه ناظره يعني وجوه مضوايه مثل الشمس، يعني بيصير الانسان مصدر نور، فبعد يتلقى النور. اذا نفس المبدا نحن كلنا عند الله، مع الله بعالم الله بعالم سعيده. وهيك نتمنى لاختنا المرحومه ام دكتور لويس امنا جميعا، ونحن بنعرف انه كانت ختياره، وربنا بالعالم الثاني بيصير بشبشب. حتى القديس فريم السرياني بيقول ما بعيد في عنا ختيارية وصبايا كلهم بيكونوا نفس العمر، كلهم شباب على طول طول الأبدية. إذا هيدي نظرة بشرية لواقع الجنة، إذا نحن بالجنة بنكون عايشين مع الله حياة أبدية ما فيها قلق ولا فيها زعل، عايشين باطمئنان كلي. مشان هيك يا أختي الجنة بنعيشها من هلا والسماء بنعيشها من هلا، بنعيش إيماننا من هلا بنعيش الجنة. الفرح أهم شغلة نتيجة الإيمان. في مثل بالفرنسي بيقول القديس الحزين القديس كذاب. إذا الفرح شغلة مهمة من هون بتبلش، حتى لو كان في ألم الفرح بيدل على الوجه. مشان هيك أخوتي نحن هلا القديس بنقدمه على نية المرحومة أختنا، ربنا يرحمها ويرحمنا. ونحن مش بس بنذكرها بالأربعين، بنذكرها بكل لحظة، بنذكرها بالصلاة، وبنذكرها كمان بعمل الرحمة. تعرفوا عمل الرحمة كمان مهم. يسوع بده يقول آخر شيء آخر شيء آخر شيء ما طلبنا، لا قديش كتبتوا عني ولا شو عملتوا مخاطرات عني ولا قديش عملتوا كنايس ومستشفيات ومدارس ولا قديش دفعتوا على وسائل الإعلام مع ضدي ولا قديش صمتوا ولا قديش صليتوا ولا قديش اعترفتوا ولا قديش قدستوا ولا قديش ناولتوا. طلبنا بأشياء محب، كنت جوعان طعميتوني، كنت عطشان سقيتوني، كنت مريض شقيتوا علي، كنت محبوس زرتوني، كنت غريب قويتوني. إذا طلبنا بنتيجة الصلاة وبنتيجة الصوم، وإذا نحن صلينا وصمنا وما حبينا بتكون صلاتنا ما قلمها. كرمال هيك برجع بكرر نرفع صلاتنا اليوم بالقديس، ودائما بنذكرها بنعمل رحمة عنيتها لأختنا المرحومة، وبنصلي عنيتها ومثل ما هي سبقتنا نحن بنلحقها، مثل ما قال يسوع لتلاميذه أنا سبقتكم لحتى أحضر لكم مكاني. فكلنا سوا بالنهاية عابرين بهالدنيا، وإن شاء الله كل يوم من الأيام نشوف وجه الله ونرجع نشوف وجوه المحبين. آمين. نؤمن بإله واحد. الأقرباء والأصدقاء، الموت يفجع مهما الفكر نعمله، والقلب يسأل للأحكام عن سببه. نعم الموت أحجية الأحاجي التي عجزت أعتى العقول عن حلها. هو اليقين الذي لا شك فيه، وبالرغم من ذلك يغافلنا، نفاجأ به، نرفضه، يفجعنا، يهزنا، نثور عليه، ثم لا تلبث ثورتنا أن تهدأ. إما إيماناً منا بأن ما بعده أفضل مما كان قبله، وإما وضوخاً لما لا يمكن لضعفنا وقلة حيلتنا التحكم به. وإذا كانت الحياة لا تكتسب قيمتها إلا بالموت، فإن الموت لا يهون تقبله إلا لمن كانت حياته عامرة بالحياة، وهذا ما ينطبق على المرحومة هند. وإذا كان لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها،
فإن دار سكن المرحومة هند هي الدار المعدة لمن جاهد الجهاد الحسن على هذه الفانية. هند أم لويس كما عرفتها عقل راجح وتوازن فكري ونفسي، كرم من دون تبذير، ترحيب من دون مبالغة، سؤال من دون استرسال. ما رأيتها مهمومة إلا إذا تعلق الأمر بأبنائها، بكل شاردة وواردة تتعلق بهم. كان فخرها بهم وثقتها بقدرتهم وذكائهم لا يمنعانها من القلق عليهم. أليست أماً؟ أليست التضحية صفة الأمهات؟ ولكن مع الفقيدة تخطت التضحية كل المقاييس، وصولاً إلى نكران الذات وحصراً لدنياها بأولادها وشؤونهم وشجونهم. أما نحن أصدقاء الأبناء فلنا الحصة الكبرى من الاهتمام والمحبة. رحمة الله عليك أيتها الفقيدة الغالية. دكتور خضر نبهة وهو الآتي إلينا من البقاع اعتذر عن الحضور منذ قليل بسبب سوء الأحوال الجوية، ولكن كلمته تخطت الحواجز وواصلتنا، وها أنا ذا أقرأها عساني أفيها حقها. تعازي الحارة أخي لويس لك ولعائلتك الكريمة. أول ما تعرفت على أخي لويس كانت عن طريق مؤلفاته ومكتبته الضخمة، وبعد ذلك استضفته في برنامجي أحسن الحديث على قناة المنار، فوجدته إنساناً من عقل وقلب، عقل عالم وقلب طفل متسامح، وهو ما ينذر اليوم. مازحته يوماً: لماذا لا تتزوج؟ فأبدى ارتياحاً. واليوم ربما أشدد على هذه المزحة وبشكل جدي بعد أن فقد الأم التي ربما كانت تنسيه متاعب الحياة. عندنا مقولة تقول: المرء يبقى ولداً إلى حين تموت أمه، بعد موتها يصبح رجلاً. أخي لويس، أيها الأحبة، العمر قصير، أحلام، نوم، مرايا، وما العمر إلا مثل أحلام نائم ومثل خيال الظل حين يفوق. ما نراه هو أحلام أطلال، والحياة الحقيقية في مكان آخر، وحتما سنلتقي غدا مع من نحب. أهلي وأحبتي وأخي لويس، اسمحوا لي أن أطرح في جمعكم هذا فكرة تراودني دوما، وهي: كيف كانت العلاقة بين النبي محمد صلى الله عليه والمسيحيين الأوائل؟ هل كانت علاقة ود واحترام أم تنافر وتزاحم؟ وجدت أن القرآن الكريم يصف المسيح أجمل وصف، فهو روح الله وكلمة الله، وأتباعه فهم رهباناً وقسيسين وهم لا يستكبرون. وإن أول هجرة للمسلمين الأوائل هرباً من الظلم كانت إلى الملك المسيحي الذي قال عنه محمد للسان جعفر بن أبي طالب: قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد. وأما البساط الأحمدي فهو المثال على الصراحة والحب والاحترام والوضوح. يا ترى إذا كانت حال النبي مع المسيحيين الأوائل على هكذا حال من الود والحب والاحترام، فمن هو المسؤول عن التباعد والتناحر الذي حصل لاحقاً؟ أطرح هذا الأمر من باب التأمل والتفكر
والنقد المرهف، لأن النقد كما يقول التوحيدي هو كلام ثان بل كلام أول. أيها الأحبة، كنت قديماً أعتقد أن العزاء بالموت، ولم أكن أعلم أن العزاء يشمل موت الأوطان. عبرة تعلمتها من السيد المسيح. سألته: يا معلم الحزان كثير، فأي الحزان تعزى؟ وقبل أن يجيبني دخل رجل ملهوف يبكي ويقول: بيتي يا معلم، بيتي قد هدمه الزلزال. فتبسم المعلم وقال لمريديه: اذهبوا مع أخيكم وابنوا بيته. وما إن انصرف حتى دخل رجل آخر فاقدا أعصابه ويبكي: حقلي يا معلم، قد ضاع مع السيل. فقال لمريديه: ازرعوا حقل أخيكم. ولكن عندما دخل عليه رجل وهو يقول: وطني يا معلم، وطني قد احترق. هنا هب المعلم واقفا وهو يقول: هيا هيا بنا نطفئ النار ونبني وطننا. العزاء الحقيقي هو فقدان الأوطان. وماذا عن وطننا لبنان؟ من يريد الفتنة فيه؟ قال المسيح: قاتل الشرير. ونحن اليوم يا روح الله، يا كلمة الله، نحن اليوم كلبنانيين جيشاً وشعباً ومقاومة نقاتل الشرير حتى لا يبقى في دنيا العرب وفلسطين لا شر ولا شرير. المسيح قام بثورة، وفي اعتقادي انتصرت ثورته مع الرسول محمد. وما أروع وصف أمير المؤمنين عليه للمسيح: كان سراجه في الليل القمر، من اهتدى به أنار الله له الطريق. أخي لويس والعائلة الكريمة والحضور الحبيب، أكرر تعازي لكم مشفوعة بالمباركة بالمولد المجيد الذي هو الزمن المجيد. وكل واحد منا ليترحم على فقيدتنا الغالية بطريقته ومنهجه ومسلكه. وأنا سأبدأ بنفسي بقراءة الفاتحة: رحم الله أمك أخي لويس، وأنت الحكيم بالنسبة إليها، مع حبي وشكري وتقديري. ليست المرة الأولى التي أقف فيها معرفة عن دكتور لويس صليبا. كنت في كل مرة أذكر اختصاصاته وخبرته، وأسهب في تعداد مؤلفاته والمؤتمرات والندوات والأطاريح التي شارك فيها إعدادا وإدارة ومناقشة ومحاضرة. لكنه اليوم ابن المرحومة هند، طانت هند أم لويس. ويقيني أن ما سنسمعه هذه المرة أبلغ وأشف من كل مرة. ومن أجدر من الابن البار برساء الوالدة الحنون؟ نحو عقدين من الزمن أمضتهما في لباس الحداد على شقيقها لويس الزيلع، الشاب البهي الطلعة الذي قضى بحادث سيارة أليم وتركه من صدمه ينزف دمه طيلة الليل حتى مات. وما أن بدأ الأسود يتحول إلى رمادي حتى نكبها الدهر الغدار بمقتل شقيقها الثاني سعد الله 1978 على أيدي مجرمين نهبوا شاحنته وصرعوه قبل منبزغ الفجر عند نفق شكة.
حملتني اسم شقيقها الحبيب القتيل لويس لتنقل إلى كائن كانت تحمله في أحشائها يوم مقتله حبها الجارف. علها بهذا الحب المتحول تلقى بعض عزاء. وكانت تحفظ عن ظهر قلب الأشعار والأغاني التي كان ينشدها فقيدها الحبيب فتغنيها لي بصوتها الشجي فتحملني وأنا طفل يحبو إلى عالم آخر يختلط فيه الحب بالأسى ويتوجهما الإبداع. أنا الزير بو ليلى المهلهل وقلب الزير آسي مايلينا. وهل أنسى أغنيتها الفيروزية المفضلة؟ وكم كنت أطرب لسماعها بصوتها العذب الحنون. بيكوخنا يبني بهالكوخ الفقير والتلج ما خلى ولا عود اتحطب والريح عم تصفر فوق منه صفير وتخزب هالليل من جيرة قصب. وكان كلامها مرصعا في الغالب بالأمثال اللبنانية التي كانت تحفظها عن ظهر قلب. فإذا تلكأت مرة عن عمل ما تطلبه متزرعا بالقول احسبيني غائبا أو مسافرا كانت تجيبني على الفور ما غايب إلا واستغنينا عنه ولا حاضر إلا واعتزناه. إذ كانت أستاذة في العملانية وسرعة البديهة في آن. سئلت يوما في امتحان في صف البروفين ما معنى سربلة وحرت في الجواب. وبعد أيام سمعتها تقول لي يمي بتسربل لي إيدي. فبادرتها ليتك قلتها لي قبل الامتحان. وأطرقت متفكرا وقائلا في نفسي كنت أحسبني ضليعا بالعربية وها إنني أتحقق أنني لما أزل دون مستوى أمي فيها. هندومة أورثتني من اسمها حب الهند فصرت مستهندا كما كنت ابن هند وهي التسمية التي كان يحلو لكثيرين أن ينادونني بها. صرت مستهندا ومحبا لهذا اللقب لأن فيه اسم أمي وبعضا من عطرها. وكم كانت تغار من هذا البلد وتخشى أن يخطف منها وحيدها فتطول إقامته فيه. كانت تقول بدي غير اسمي بلكي بخلص من هالمصيبة. تقول لي أحيانا غاضبة من إقامة الطويلة في الهند أو من المسحة الهندوية في فكري وأدب حياتي. يوم خطفت في أيلول 1989 وبقيت نحو شهر تحت الأرض ومجهول المصير ابيض ما في رأسها من شعر أسود وأصابها داء السكري ذاك المرض الصامت الذي نخر الجسد حتى العظم وكاد يقطع أصابع قدمها. بدي روح على القبر وجسمي كامل مش ناقصه شيء. كانت تقول وتردد سنة 2008 يوم أدخلت المشفى لمعالجة عقر القدم وأنقذت الأصابع بعد عملية وعذاب وأوجاع دامت أشهر. يوم توفي عمي الخوري فرانسيس صليبة في أيار 1996 كنت في باريس أعمل وأتابع البحث الأكاديمي
ومنعتني الظروف وطبيعة العمل والإجراءات الحكومية من المجيء إلى لبنان للمشاركة في تشييعه ودفنه. وعندما جئت قبل الأربعين بدرتني بالقول: أهكذا عندما أموت ستكون أيضا غائبا؟ وكل ما أطلبه أن تقف يوما على حائط الكنيسة لتصافح المعزين. وكانت هذه الكلمات الملتهبة هي ما جعلني أعود إلى لبنان لأبدأ فيه حياتي من جديد، بعد أن كنت قد استقريت في باريس وكانت الهجرة هي الخيار. ويوم توفي والدي طاري الصليبة في 25 أيار 2013 فجرا بالسكتة القلبية، ولم أرى منه سوى جثة هامدة، كان جل أمنيتي أن يتاح لي أن أرافق كامل مسارها قبل أن تسلم الروح. ولعلها أحست في أعماقها بما أتمنى أو بالحري، لعلها شاركتني الأمنية كما اعتادت دوما أن تفعل. ففي صراعها الأخير وكأنها بحب الأم الأسطوري لم تشأ أن تعطل ما أتيح لي من فرص مهمة، وقعت قبل موعد ندوة مهمة عن أحد كتبي ولم تعطل الندوة، ثم أجريت لها عملية جراحية قبل يوم من سفري إلى مؤتمر دولي في حوار الأديان في تونس، وكنت فيه المشارك الوحيد من لبنان والمشرق. سافرت الخميس 28/11 مطمئناً، إذ عاينتها قبل يوم تخرج من غرفة العمليات وهي بحالة جيدة، وكأنها لم تشأ أن تلفظ النفس الأخير قبل أن تراني. فعدت الأحد ب2/12 وتناولنا الغداء معا في غرفتها، وتركتها لأرتاح قليلا من أتعاب السفر لأوقظ بعدها من نومي وأسارع إلى غرفتها فأراها وهي في صراع مع الموت. نظرت إليها فكانت تنظر إلي وتحرك يدها وكأنها تتمسك بالحياة أو أنها تبلغني الوصية الأخيرة. مشهد لم أعاين ما يضارعه أثرا في حياتي. أمي تحت ناظري في صراع مرير بين الحياة والموت، وتعزيتي الوحيدة أنني رافقتها مع شقيقتين جوهر وشمس حتى الرمق الأخير. وفي اليوم التالي كانت كلماتها القديمة ترن في البال تزامنا مع جرس الكنيسة الحزين، وأولها تلك المقطوعة الجبرانية التي استظهرتها من تلاوة أخيها لويس المتكررة على مسامعها، كلمات تختصر فلسفتها في الوجود وسيرة حياتها: رحماك يا نفس، رحماك حتى ما تنوحين يا نفسي وأنت عالمة بضعفي. أنكرت هند الزيل أعزاتها وعاشت في تكرس لأسرتها لا يكل ولا يمل، وهي تردد كلمات جبران التي حفظتها عن ظهر قلب: لقد أنكرت يا نفس ذاتي وتركت ملاذ حياتي وغادرت مجد عمري ولم يبق لي سواك، فاقضي علي بالعدل أو استدعي الموتى واعتقي من الأسر معناك. أنكرت ذاتها
وهي التي نشأت منذ الصغر يتيمة الأم، تحاول أن تذكر لأمها جوهرة وجهاً أو صورة فلا تستطيع، فنقلت اسم أمها هذا إلى ابنتها البكر، علها تجد في التسمية هذه بعضاً من تعويض عن يتم مبكر. وسعت دائماً أن تفعم أولادها وسائر أحبائها بحنان الأم الذي طالما افتقدته هي، والحب الكبير هذا الذي حملته في قلبها جعل جسدها النحيل ينوء من ثقله. رحماك يا نفس، فقد حملتني من الحب ما لا أطيقه، أنت والحب قوة متحدة، وأنا والمادة ضعف متفرق، وهل يطول عراق بين قوي وضعيف؟ أما السعادة فهي عندها حسرة متواصلة وتنهيدة لا تنقطع. رحماك يا نفس، أنت والسعادة على جبل عال، وأنا والشقاء في أعماق الوادي، وهل يتم لقاء بين علو ووطوء؟ كانت دائما تكرر ذلك على مسامعي. وتبقى الكلمة المفتاح تختصر مسار حياتها الطويل، والذي نخاله اليوم مضى كومضة عين. أنت يا نفس تفرحين بالآخرة قبل مجيء الآخرة، وهذا الجسد يشقى بالحياة وهو في الحياة. لقد أحبت أنشودة جبران النثرية هذه وحفظتها ورددتها، بل أكثر من ذلك فقد جسدتها في حياتها وكانت مرآة تعكس هذه الرؤية الشاحبة، وعاشت جدلية هذا الصراع بين الجرأة والخوف والقوة والضعف والإيمان والشك والسعادة والشقاء، وبكلمة بين الحياة والموت حتى الرمق الأخير. سئل كبير متصوفي الإسلام أبو يزيد البسطامي يوما: بما بلغت ما بلغت؟ فأجاب: أنتم تقولون ما تقولون، أما أنا فأقول كل هذا ببركة الأم. ولست أدعي أي شبه بمعلم الجليل هذا، ولكنني ببساطة ساذجة أقول: في مسيرتي الفكرية والعملية منذ البدايات وحتى اليوم، عثرات وعقبات كثيرة ونجاحات قليلة. فالعثرات وما أكثرها من ضعفي وحبلي، أما النجاحات وما أقلها فبفضل بركات أمي وإمساكها الدائم بيدي عندما أحب. فألف سلام على طيفها الذي لم يزل لي الرفيق الأمين وسيبقى حتى نهاية المشوار. وباسم شقيقتين جوهر وشمس وزوجها الدكتور وليد بشارة وعائلتي الزيلع وصليبة، أشكركم جميعا على هذه المشاركة في إحياء ذكراها.